نعم. لا أرى. تخاطب الغرب الآن وتخاطب الملحدين في الغرب، ولكن احنا معنا ملحدين في الوطن العربي يحتاج أيضا إلى لا أنا حوار خطابي مباشر. بالأساس للملحدين نعم. العرب. العرب العرب نعم 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 بالعكس، أنا حتى يعني طيلت فترة إقامتي في أوروبا قلت هذا من أول يوم، قلت لهم ليس خياري ولا عملي أن أهدي الغربي للإسلام، وغير معني أنا بهذا. لا أنا إذا كان لي من عمل أو مساهمة، طبعا لا أستخدم كلمة رسالة، مساهمة، فهي أن أحاول مع إخواني وبإخواني أن نصلح من أحوالنا نحن العرب المسلمين، العرب مش المسلمين حتى الأتراك والفرس لا نعرف لغاتهم، لكن أي العرب يجب، لأن قناعتي كما ورد في الحديث، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا أنتم بهذا الأمر غيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. نعم. إحنا مادة الإسلام، إحنا يعني لغة الإسلام، إحنا أهل النبي، وأنا مش صحيح نعم. عشيرته وقبيلته، إحنا العرب، فيجب أن نجاهد جهادا طويلا ونصدق في هذا الجهاد النية إن شاء الله نخلص القصد، أن نحسن الأصل وليس الصورة. أدمنا على أن نقول صورتنا في العالم صورتنا، صورة ماذا؟ الأصل مهترية يا أستاذ موسى، الأصل مخرب. نعم. فإحنا لابد أن نصلح، إن أصلحنا من هذا الأصل بإذن الله تعالى كنا خير دعاء الإسلام في العالم كله. يعني أنا أخبروني الإخوة هنا المسؤولون أنه في عمان يسلم كل سنة 4000 من الناس. نعم. بمجرد زيارتهم للمركز الإسلامي للجامع الأكبر جامع السلطان قابوس حفظه الله، يرون، أنا متأكد مش عشان المسجد، لا أكيد الأدلة هناك والعلماء الذين يأتون يعرفون يجيبون، يرون طبعا لين الجانب طيب المعشر، تخيل التواضع، الأدب الجمع الناس، إذن هذا هو الإسلام، هؤلاء هم المسلمون، ناس طيبون جميلون جدا هؤلاء الناس. فأعتقد هذا هو، إذا أصلحنا إن شاء الله الأصل تنصلح الصورة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.